السلام عليكم ورحمة الله عزيزتي متتبعات قناة مريم، ما كنسلم عليكم وكنرحب بكم فيما كنتو. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم كيفاش ديروا الشاشية، يعني الشوشة اللي كدار في القب بالعقيق، يعني هذه كتماشى مع المرمه ديال العقيق، سواء ديال المهم العقيق باش ما خدمتي هو باش غادي ديري هاد الشاشية. يعني خدمتي بالعقيق مهرس ديريها بالعقيق مهرس، خدمتي بهذا المكركب تخدميها بالمركب، وخدمتي بالجوهر ديريها بالجوهر. دابا انا غادي نديرها بهذا العقيق، يعني اختاريت هاد جوج اللوان وهذا العقيق باش نديرها ان شاء الله. نتمنى يعني يجيكم الدرس سهل وواضح وتستافدوا. انا حاولت انني ندير بابسط طريقه يعني واسهل طريقه باش الكل يستافد، يعني كل شيء البنات اللي كيخدموا هاد مرمات الجور يستافدوا ان شاء الله. انا غادي نخدم بهذا الخيط ديال النيلون، واللي بحبها تخدم بخيط ديال السريب يعني ماشي مشكل. وغادي نخدم بالابره رقيقه ديال العقيق، يعني رقيقه كاع النمره 12. غادي نجي غادي ناخذ ثلاثه ديال العقيقات بيضين، ها هما واحد ها زوج ها ثلاثه. تنحاول انني ناخذ من نفس العبار لحقاش هاد العقيق عندي ما مقادش. نتوما من الافضل تخدموا بالعقيق مقاد، يعني الا خفتي ما تجيكش مقاد فيني. انا كنحاول انني ناخذ عقيقات بحال. دابا غادي نجي ها هما ثلاثه ديال العقيقات، غادي نشد بحال هكا وغادي نخلي هاد الجوجات، يعني الخيط ها هو اللي فيه الابره، هذا داك اللي شايط من التحت، يعني شويه شايط ليا من التحت. ها هو جي غادي نخلي هاد الجوجات، ها واحد ها جوج، وغادي نمشي نشد في هاد الثالثه هنا هكا بحال هكا، وغادي نجبدو. ملي غادي نجبد الخيط ديالي غادي تشكل ليا هاد الشكل، يعني هذه هي هادو هما الجوجات الفوقانيين وهذه هي التحتانيه. ها هو الخيط خارج من هذاك الخيط اللي كان فيها، ها هو. دابا غادي تجي بحال هكا. دابا عندنا هاد الشكل ديال مثلث، ها هو عندنا هاد الشكل ديال المثلث. اش غادي نديرو؟ غادي نجي الخيط عندي هنا هو خارج من هاد هذه التحتانيه، غادي نجي غادي ندخل الابره ديالي هنا هنا هكا، وغادي نقاد العقيقات ديالي. يعني دوك الفوقانيين يجيو جوجات وحده حدا الاخرى، ها هما بحال هكا بحال هكا. ودابا اش غادي ندير؟ دابا غادي نجيب غادي نجهز وحده بيضه ووحده في الغوز، وحده في البيضه وحده في الغوز، وغادي ندفعهم. المهم ها هما غادي ينزلوا كما كتلاحظوا، ها هما جاوا. المهم ماشي مشكل حتى الا ما نزلوش، ملي غادي ندخل انا الخيط الابره هنايا فهاد الخيط هو اللي خارج، غندخل فيه الابره بحال هكا وغادي ندفع هادي البيضه، غادي ندفعها بحال هكا هكا، وغادي ندخل في الغوز، ندخل الابره ديالي غادي ندخلها ثاني في الغوز هنا هكا باش تشد بقى واقفه. ها هي هكا. دابا الا كتلاحظوا غادي نجيب واحد العقيقه وحده بيضه، وغادي ندخل الابره ديالي هنا في هذه البلاصه هنا هنا، وندخل الابره ديالي بحال هكا بحال هكا، ونعاود ندخلها في العقيقه، نعاود ندخلها هنايا في العقيقه بحال هكا هكا. كما كتلاحظوا دابا كنبقى نزيد في العقيق، كنبقى نزيد هكا. دابا غادي نجي دابا ملي غادي نرجع هكا غادي نزيد يعني غادي ندير جوج عقيقات ماشي بحال هنا، هنا درت غير وحده، ملي غادي نرجع غندير جوجات، ها هما وحده في الابيض وحده في الغوز هكا، يعني على حسب الرشمه اللي عندك. يعني انا غندير دابا غير عادي باش تفهموا
كما كتلاحظوا مزيف هكا. وغادي نجيب وغادي نهز عاوتاني واحد العقيقه في الغوز، وغادي ندخل الخيط الابره ديالي هنا في هاد البلاصه هكا هنايا، وغادي ندخلها في العقيقه هكا باش نشدها مزيان هكا. وغادي نجي دابا عقيقه بيضه وحده، دابا غير وحده كما قلت لكم ملي كنجيب بحال هكا الحقيقه الاخيره كتكون وحده. دابا ملي غادي نزيد ملي غادي نطلع غنزيد، غادي نجي على الثاني وندير وحده بيضه وحده تاني في الغوص هكا، نشد هنا هكا وندخل الإبرة ديالي هنا هكا هنجيب حقيقة تاني في الغوز هكا وندخلها هنا، ندخل الإبرة ديالي هنا ونعاود ندخل العقيقة هكا نجي تاني نفس الطريقة نزيد عقيقة في الغوز وندخلها هنا هكا هكا، نجي نزيد عقيقة واحدة أخرى بيضة وندخل الإبرة ديالي هنا. ملي كنكون غادية في نفس الصف ما كنزيدش في العقيق هكا. دابا ملي غادي نجي هكا تاني غادي نزيد نزيد دقيقه جن جوج، وحده في البيض وحده في الغوز هكا هكا، وغادي ندخل الابره ديالي هنا هكا هكا. ونجيب تاني عقيقة في الغوص هنا هكا ونجيب حقيقة تاني في الغوز هنا وندخل الإبرة ديالي هنا، يعني نفس الطريقة دابا تمشي عليها نفس الطريقة دابا كنزيد هكا نزيد تاني وحدة في الغوز هكا ونجي ندخل هنا هكا باش ما يبانش ليا داك الخيط خصو يبقى لتحت. دابا غادي ندير حقيقة في البيض
هكا وندخل هنا هاد البلاصه هنا ونعاود ندخل في الرقيقه ديالي هنايا ونشدها تمام. هكا غنجي دابا غندير تاني وحده في الابيض وحده في الغوز بحال هكا ونجي ندخل الابره ديالي هنا في البلاصه هنا ندفعلي هكا وندخل الحقيقه الغوز ونزيد وحده في الغوز هكا ندخل هنايا بحال هكا. اش غندير دابا هنا غندير وحده في الابيض وحده في الابيض بحال هكا هكا ونجيب بحقيقه في الغوص تاني نديرها بحال هكا نجيب حقيقة تاني في الغوص وندخل فيها خلاص. يعني دابا نتمشاو بنفس الطريقة دابا غنجي ندخل هنا في البلاصه. يعني دابا وريتكم الطريقه راه نفس الطريقه تمشي عليها هكا نمشي عليها حتى نكمل. انا بديت كما كتلاحظوا انا راه بديت كنقص المهم وصلت هنايا. بغيت غير نقول لكم يعني الطريقه كيفاش كتنقصوا راه سهله يعني ما كتبقايش تزيدي عقيقه صافي راه كتنقص يعني ما كتبقايش تزيدي عقيقه وهي اوتوماتيكمون يعني كتبدا تنقص ما كتولي تقلص. خاصك غير تاخدي بعين الاعتبار العدد ديال العقيقات اللي عندك. يعني مثلا في القنت فاش بلاصه ما تزيدي وحده بيضه وحده غوص لا غتولي ديري وحده بيضه تخدميها بوحدها بحال هكا. يعني انا دابا هاني غادي نرجع يعني درت غير عقيقه وحده بيضه كما كتلاحظوا غير هنايا دابا ملي كنرجع كيولي الخيط يدور بالعقيقه من هنا يعني ما كيبقاش مابقاش غادي ديريكت النيشان بحال هكايا لا كيولي خيط هنايا باش كنزيد كنقص باش كنقص. دابا غادي نجي غندير عقيقه في الغوز وما غادي تبان لكم يعني ما كنبقاش نزيد. دابا هنا ما زدتش يعني ما درتش جوج عقيقات في دقه وحده لا وليت كندير كل عقيقه بوحدها. كما قلت لكم انا هاد العقيقه عندي ما يعني فيه كبير فيه صغير شويه داكشي علاش جاني شويه ديال الفراغات. الا كان عندكم عقيق مقاد يعني غادي تجي كلها يعني عادي ماشي مشكل. هي تبان زوينه واخا يعني ما فيهاش مشكل يعني ماشي مشكل الا ما كانش العقيق مقاد. الا كنتي خدامه بالعقيق عادي خصك غير تختاري يعني تحاولي انك تختاري حبات يكونوا بحال بحال. دابا غادي نجي وندير تاني عقيقه وحده في الغوص هنا هكا. دابا هنايا غادي يوليو عندي ثلاثة ديال الغوص في الفوق حيت صافي مبقيتش كنزيد قلت لكم العقيق يعني عفوا. عندي ثاني وحده في الغوص هنا هكا كندخل دائما الابرة نفس الطريقه يعني نفس انتما. دابا غادي تلاحظوا انه ما غاديش نزيد هاني. دابا غندير وحده في البيض هنا شد هنا هكا ها هي. دابا ما غاديش ندير زوجات يعني ما غاديش ندير زوج عقيقات غندير غير وحده ندير وحده بيضه صافي ونرجع وندخل هنا هكا
كنتمنى تكون الطريقة واضحة، والنموذج راه قلت لكم على حسب اش من يعني على حسب الزواقة اللي عندك القدام، ديري في هذه في الشاشة يعني باش ما يكونش شي اختلاف هكا. نجر الخيط ديالي هكا. نجي ندير وحدة في الغوص تاني نشد فيها ندخلها وندخل فيها الإبرة بحال هكا وندير عقيقة بيضة هنا كما كتلاحظوا. دابا ما غاديش نزيد تاني عقيقة، لا غنجيب هاد العقيقة ديالي هادي وحدة بيضة نديرها هنا هكا هاي كما قلت لكم الخيط كيجي من هنا اللي ما كنزيدش عقيقة. غادي نجي غادي ندير تاني عقيقة هنايا في الغوص هكا ندخل فيها الإبرة هنا هكا وغادي نجيب عقيقة واحدة أخرى في الأبيض يعني صافي دابا هكا كتجمع هي. غنجيب دابا عقيقة بيضة هنا هكا وندخل فيها هنا باش توقف باش توقف وغادي نجي ندير واحدة أخرى هنا هكا بقات لي وحدة هكا وندير هكا. دابا غادي ننتقلوا لمرحلة أخرى وهي أننا نديرو ليها يعني عقيق بحالك. غادي نجي غادي ندير واحد العدد ندير 10 مثلا 10 ديال عقيقات بيضين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية سعود هنا 10 وغادي ندير هاي 10 بحال هكا وغادي ندير 4 ديال الغوز واحد جوج ثلاثة 4 4 ديال الغوز عاد جوج بيضين بحال هكا بحال هكا غندفعهم حتى الأخير هنا
وغادي نشد في هذه الاخيره، وغادي نخليها ما غاديش ندخل فيها، يعني هذه الاخيره ما غاديش ندخل فيها الابره، وندخلها في هادو كاملين غنرجع منهم هكا. يعني انا حيت صح كاين واحد الابره طويله لكن ما كايناش عندنا هنا حنا في المغرب للاسف، يعني هي كتساهم كتدخلي فيها مره هكا هكا. دابا كنحصلو على هكا هاد الشكل هذا، يعني هادي ندليها بحال هكا، نزيرو مزيان. انا غادي نوريكم كيفاش درت الطريقه، كيفاش درت لهادو. المهم انا الخيط دابا خرجتو من هنا، من هاد البلاصه هنا، يعني هادي هي التحتانيه دي الرئيسيه هي درتها. غادي نجي دابا غادي ندير 10 ديال العقيقات في البيض، ها هما، وربعة في الغوز وجوج بيضين. وهاد الاخيره هادي ما غاديش ندير فيها الابره، غادي نرجع في هادو الاخرين كاملين، وغادي نخلي هاديك، غادي نخلي العقيقه الاخيره في التحت، غاديش ندخل فيها الابره، وغندير هكا وندفع الابره ديالي ونديرها نجر العقيقة ديالي هكا. دابا غادي ندخل هنا، ملي خرجت الخيط غندخل عاوتاني الخيط ديالي هكا، غادي نجي تاني غادي نعمر 10 نفس الطريقة، 10 العقيقات بيضين. انا غادي يعني بنفس الطريقه درت 10 العقيقات البيضين، 4 في الغوز وجوج في البيض. غادي نرجع تاني نخلي الاولى يعني التحتانيه كاع نخليها ما ندخلش فيها البرو، وندخل البرو في الاخرين كاملين هكا هكا. بقاو ليا هادو نضربها هكا اللي غادي ندخل فيهم كامل الخيط، غادي ندخلو في هذه هنا ندخلو في هذه هكا. هاد الخيط راه غادي هو باش غتشد مع القب، يعني هاد الخيط الفوقاني هو باش غتشد مع القب يتدفن في الداخل يتخيط معاه، تخيط. ما ندير دابا تاني 10 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10، وندير 4 في الغوز. يعني ندير نفس العدد اللي عندي هنا، يعني من غير هذا عندي 1 2 3 4 5، هنا عندي 1 2 3 4. دابا نزيد جوج في البيض هكا كما قلت لكم. غادي نخلي هاد العقيقة الأخيرة ما غاديش ندخل فيها البرا، وغادي ندخل البرا ديالي في هادو كاملين هكا كنتمنى يعني تكون الطريقة واضحة وديروها كاملين. يعني اخوات اللي كيخدموا مرمط الجور وباغيين يتعلموا لهاد الشو يعني الشوشة ولا الشاشية تمكنوا من انهم يطبقوها. وغادي ندخل تاني في هذه هنا
نخفي هذه الحقيقة هنايا. إذا واحد جوج تلاتة أربعة قلية واحد قلية واحد ندخل جوج أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعود عشرة. عشرة ديال العقيقات بيضين، تاني أربعة في الغوص، واحد جوج ثلاثة أربعة هنا، وجوج في الأبيض الثاني، جوج ونخليو هاد التحتانية تاني كاملة، ونجيو ندخلو في هادو كاملين هكا هكا. هاي الا قلتي هي كتحبس الخيط، يعني الأخيرة كتحبس الخيط هكا، ندخلو فيهم كاملين الخيط ونزيرو ونزيرو هكا. وغادي نجي غادي ندخل هنايا في هادي، يعني في هاد الخيط صافي. يعني دابا كملت العدد، يعني نفس العدد اللي عندي ديك الجهة هو اللي عندي هاد الجهة. دابا اش غادي ندير؟ غنجي غادي ندخل الخيط ديالي هنايا، غندخلو في هنا اول عقيقة في السطر هنا بحال هكا، وغادي نجي وغادي ندخل في هذه اخر عقيقة في السطر الاخر اللي حداه. يعني دائما حضي مع هادو هكا هكا، وغادي نجي ندخل من هنا. مبقيتش يعني هنا دخلت من الفوق، هنا غنجي ندخل البرا ديالي من التحت ديال العقيقة هكا، وغادي نجي هنايا حتى هو نفس الطريقة. ندخل دابا من الفوق، يعني التناوب هكا، ونجي ندخل تاني هنايا هنا لتحت دابا، ونجي نشد هادي. غادي نرجع دابا نضرب في البلايص اللي ما ضربتش فيهم، يعني غنشد هنا ونجي من هنا دابا من التحت هكا. نضرب هنا، الا كتلاحظوا راه وقع، يعني ها دابا كنسد. دابا بحال دابا هنا ضربت في الفوق، فاش رجعت ضربت لتحت. دابا هنايا ضربه الفوق، غادي نرجع ولا غنرجع ونضرب هنا لتحت. من بعد ما كنكمل الشاشيه ديالي، المهم الشوشه كتجي بحال هكا. يعني كما قلت لكم الخيط ملي كملت به دفنته وحرقه، يعني وقطعته دفنته بين العقيقات، وملي قطعته حرقته ها هي البلاصه، يعني باش نوريكم. اذا كتبان شويه كيك باش كتبان، المهم غير باش نوريكم فين تقاضى الخيط. هذا الخيط هو باش كتشديها مع القب، يعني كتدخلي في لافان ديال القب وكتخيطي بها من الداخل باش كتشد لك. المهم كما قلت لكم هنا كنديروا التناوب، يعني كنمشيو هكا هكا باش كنرجعوا المره. وريتكم كل حاجه، وريتكم منها يعني كيفاش ديروا ليها باش ان شاء الله كانت باش يعني تستافدوا، ويجيكم الطريقه ديال التطبيق ديالها سهل. كنتمنى يستافد مني اكبر عدد ممكن. ما تنساوش الاشتراك على القناه ديالي وتبارطاجيو الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.